شهر رمضان أو شهر تسامح قصة تحكي نفسها. مساجد عامرة بمرتديها واجتهاد لإحياء الشعائر الدينية، بالإضافة إلى جهود استغلال فضائل هذا الشهر من أجل مد جسور الحوار الثقافي بين المسلمين وغيرهم. لقد أخبرنا القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذا نحن ندعو أصدقائنا من غير المسلمين لنقول: دعونا نتواصل جميعا في كيفية خدمة هذا المجتمع. موائد الإفطار التي تقدم مجانا للجميع لا تقتصر هنا على الصائمين فقط، بل للفقراء والمحتاجين من غير المسلمين نصيب من هذا الشهر الفضيل. الكثير من الفقراء والمحتاجين الذين لا يملكون المال الكافي لشراء الأكل في منطقتنا هذه، والآن أصبحوا يعلمون أن أبواب هذا المسجد مفتوحة لهم في شهر رمضان للحصول على وجبات إفطار معنا. الشهر الفضيل لم يعد زائرا غريبا بالنسبة للأمريكيين، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تجذر الوجود العربي والمسلم في أمريكا. إنه من المثير جدا بأن يصبح رمضان مناسبة معروفة في أمريكا ليس فقط للمسلمين ولكن لكل الناس. فعندما تذهب إلى محل لشراء بطاقات المعايدة لأعياد الكريسماس، سترى أن نفس المحل يبيع بطاقات تهنئة عيد الفطر ورمضان. أيضا للحكومة الأمريكية دور في هذه العملية، فالبيت الأبيض لديه وجبات إفطار، ووزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الدوائر الحكومية. ولهذا رمضان أصبح ليس مناسبة إسلامية في أمريكا ولكن مناسبة أمريكية في أمريكا. لقد قمت ببعض الدراسات حول مختلف الديانات، وفي يوم من الأيام جئت إلى هذا المسجد لأجد إجابة لبعض الأسئلة حول الإسلام، فحصلت على إجابات عديدة، وسمعت أن لديهم حصصا دراسية كل يوم أحد، وها أنا منذ 3 سنوات أعتنق الإسلام وأواظب على الصوم. الأطفال هنا أيضا لهم نصيبهم من هذا الشهر الفضيل، فهم يستغلون أوقات الصيام بالقدوم إلى المسجد للعب مع أقرانهم ومشاركة الكبار في وجبات الإفطار أحيانا. إذن حل شهر رمضان على سكان فيرجينيا ومعظم الولايات الأمريكية، وأصبح يمثل هذا الشهر بالنسبة للجاليات العربية والمسلمة فرصة لإظهار أوجه التسامح في الدين الإسلامي. وكل عام وأنتم بألف خير. لبرنامج اليوم على الحرة مع حبيب من ولاية فيرجينيا.